يعد ملتقى التشغيل والصيانة الرابع لنشاط التوزيع رسالة مكملة لتحقيق رؤى القطاع، وهي رفع مؤشرات أداء التوزيع لتصل للمستوى الأول عالمياً بنهاية عام 2030، ورسالته هي إدارة أصول التوزيع بفعالية عالية. يشهد قطاع خدمات التوزيع تحسناً مستمراً في مؤشرات التشغيل والصيانة، وذلك بتحقيق المستهدفات الخاصة بها، ومن ضمنها تحسين مؤشرات الانقطاعات الكهربية بنسبة 18.75% وبنسبة 21.13% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، من خلال تحديث الإجراءات التشغيلية بما يضمن سلامة العملية التشغيلية، توجيه الاستثمارات والأعمال على المغذيات الأكثر تأثيراً، الأداء الأمثل في تنسيق الفصولات المبرمجة، الاستخدام الأمثل لمعدات ومواد الطوارئ، وأيضاً تنفيذ خطة الصيانة السنوية VBM، حيث تم إنجاز المستهدف من الخطة بنسبة 83% من خلال إشعارات الصيانة وأوامر العمل المنشأة بنظام الساب. ومن ضمن المهام الرئيسة أيضاً تشريع الإجراءات الخاصة بأعمال التشغيل والصيانة وتعميمها، والعمل على متابعة تفعيلها بالمناطق الجغرافية من خلال فريق عمل من المركز الرئيس والقطاعات. وبجانب ذلك يتم تقديم الدعم بالمشاريع المركزية لعدد 14 مشروعاً بتكلفة إجمالية بلغت 400 مليون ريال، وذلك لعام 2021 للوصول إلى تقديم الخدمات بموثوقية عالية وتحقيق تطلعات الشركة، ممثلة بتطوير التصوير الحراري باستخدام كاميرات مثبتة على سيارة الصيانة من خلال توريد 8 كاميرات كمشروع تجريبي لجميع القطاعات ومن ثم تعميمها. ويهدف المشروع إلى تحقيق أعمال فحص الشبكة الهوائية بنسبة 100%. توريد 53 مولداً متنقلاً للجهد المنخفض، ويجري توريد 270 مولداً بالربع الرابع من عام 2022. توريد 40 سيارة فحص كابلات، ويجري توريد 25 سيارة بمنتصف عام 2022. توريد بكرات مرنة وحاملات البكرات بمنتصف عام 2022. تركيب أنظمة مراقبة وقياس التفريغ الجزئي في 88 محطة رئيسة ضمن مبادرة تفعيل الصيانة بالقيمة VBM، والذي يهدف للتنبؤ بالأعطال قبل حدوثها، ومن ثم تم اعتماد المشروع على 4 مراحل، وتستهدف المرحلة الأولى تركيب الأجهزة في 88 محطة لجميع القطاعات، توريد 4 مفاتيح متنقلة 13.8، توريد 8 محطات متنقلة بمحول 20 ميجا بالربع الثالث من عام 2022، توحيد قائمة بأجهزة الاختبار والقياس وتوريدها لجميع القطاعات. يعتبر التدريب من أهم ركائز تطوير وتأهيل الفنيين بشكل مستمر، وعليه يوجد العديد من البرامج التدريبية سنوياً لجميع القطاعات من قبل المصنعين، حيث تم عقد 26 ورشة تدريبية في عام 2021.